باش نعملوها اقتصاديه وبنينه وكيفاش سورتو تجيكم ناجحه. حاجه اخرى علاش باش نعطيكم هديه الاقتصاديه والكل، نجموا حتى تعملوا منها البزنس نتاعكم في الدار، نجموا توليو تبيعوها، تعملوا جرانولات تستيوها، حاجات سهله ونجموا ندوروا بها الدولاب كيف ما نقولوا. نبداو هوني، انا عندي هذه باش نزن بها اللي هو الكاب. دونك انتوما كان هذا مش متوفر، شنو باش نستعملوا؟ الكيس نتاع القهوه. نجيو هنايا ونحطوا 3 كيلات شوفان، هذه الكيله الاولى وهذه الثالثه. هذا اللي جاو قد قدام صحيت رفقه جاو نجيو هنا على 3 كيلات باش نحطوا كيله زيت، زيت نباتي معناتها، تنجموا تستعملوا نتاع القطانية والا نتاع التغنوس ولا حتى زيت زيتونه زاده كان عندكم. ما تحسوهاش راهو برشا زيت على خاطر من بعد هذيك باش تعطيكم تقرميشه، وما يجيش هكا الشوفان يبدا هكا هذيك عرفتوها اللي يوحل في السنين والكل، هذيك ما نحبهاش. هوني ناخذوا نفس الكيله وباش نعملوا منها اشطر الكيله عسل. نجموا تستعملوا عسل والا سيغو دي غابل والا سيغو داغاف، كاين انتم تعيشوا البرا الكل متوفر دوك تنجموا تستعملوه، مي احنا ما خيرش من العسل نتاعنا الحر هذاك، قلت لكم كلها منافع. علاش حطينا العسل؟ من بعدك العسل هذاك باش يولي كاراميليزي هكايا، باش يلصق في وسط الواحد وتجي طروف طروف، ما تجيش اكلفيك كل كعبه وحدها. باش نحطوا زاده شويه ملح قبل ما ننسى، وكيما نجمو نعملوها سكري كيما نجمو نعملوها سالي. دونك السالي جوست باش نحيو السكر ونخليوها بالزيت والواحد كها، تجيبيه زيد تحطوها في وسط السلاد، تحطوها في وسط اكثر في السلاد الحقيقه، وحتى مثلا كي باش تعملوا شوربه والكل تنجمو تزينوا بها من فوق هكا الكل تعطي تقرميشه بنينه على الاخر. هنايا عملنا كل شيء، جوست ناقصني حاجه برك مش باش نجيبها ونجي، نحب نحط فيها شويه سكر فاني. جينا اكل سكر فاني نزيدوه باش يزيد يفوح، ما تجيونيش من بعد في الديجيتال تبدأوا تنبروا وتوليوا تحكيوا في لي كومونتير در كيفاش وكل نفيق بيكم، وقاعده نقرا راهو كل واحد كيفاش يحب يبننها. انا هوني نعطيك الباس وانت بعد رجلو بورك قال الراجل، معناها ما تبداوش لا مش هكاك لا والله مش هكاك لا هذه تخلبص. وجينا فن كل واحد طيب كيما يحب، لسانه هو اللي باش ياكل وفمه هو اللي باش ياكل. اما هوني هاكا نعطيكم انا كيفاش نشوف الماكله والكل كيفاش انا نطيب في داري، ومن بعد انت عينك ميزاني. خلي عاد تبدا حاجة تونسية، رد بالك تمثلهم حاجة تونسية، كان كمونة، كان شكشو، كان كسكس، كان ديما عندكم ما تقولوا يا رسول الله ديما. أما كيكا نحكي راهو من بعد نسامحكم، الكلام الخايب لي وكاهو، فاش قام؟ فاش قام؟ أي نرجعوا للستات نتاعنا، هوني باش نحطوا شوية فاكهة، عندي شوية لوز وعندي شوية نوازات وعندي شوية نوا، هوني بوسكو أنا النوازات توغيفي معناتها محمرة والكل باش نحطها في الآخر بالكل، باش ما تتحرق، ما تتحرقليش، فوالا، وهوني عندي شوية لوز. ماهوش محمر نحطه من الاول مع الجرانولا، جوست حاجه بركه باش ناخذ سكينه ونزيد نقشي بالكدا. الفاكهه زاده كيف كيف، نجمو تحطوا كاجو، نجمو تحطوا لوز، نجمو تحطوا نوات بيكون كان عندكم. حاجتين بركه كي مش تحطوا فستق ولا باش تحطوا زوزه كيما انا باش نحط تويكا، ما تحطوهمش من الاول يتحرقوا، لازم من بعد ما تطيب الجرانولا وقتها تحطوه. فهمتوني ولا ليه؟ اي ديتاي راهو ينجم يفسد الدنيا الكل. نعرف اللي تبعوا فيا يعرفوا قيمه الشيء اللي نعطي فيه. اي صحيت يا رفقه، اي ذكرتني فيها رفقه. ما تنسيوش قلوب القرع زيده كي نشوفوهم نقولوا شنو باش نعملوا بيهم، القلوب الكحله زيده كالمقشره، كينوا الغرين دو شيا زيده نجمو نحطوها، برشا برشا حاجات راهو نجمو تشخشوها كيما تحبوا. نعرفوا الحين برشا راهو الله غالب، كي ما جيتش نحكي راني مانيش تنويشه مالا شنو. هاي واللوز حضر، هاي يا سيدي توا الجرانولا حضرت، الفاكهه باش نحطها في الاخر بالكل. هوني باش نحط البازي تاعي فوق باكيه كويسون في بلاتو، ندخلوها للفور على 180 درجه. شفت باش تجي كل كعبه هكا يجيو كل بلوك مع بعضهم كيما لي باغ والكل نتاع الانرجيتيك، دونك لازمنا ننزلوا عليها بالكدا باش تولي بلوك مع بعضه. فوالا ريتو كيفاش توا الفول نتاعنا ديجا يسخن على 180 درجة الفوق ولوطة، باش ندخلوها مدة 30 دقيقة هكاكا نتفقدوها، ما نقعدوش نحركو برشا. علاش أنا نكبس فيها توا؟ باش بعد حتى كي تحركوها معناتها لازم خاطر تقلبوها، ساعات تنجم تبدا النار قوية من فوق ومن اللوطة ما تطيبش، دونك لازم تقلبوها. أما حاولوا تخليوها بلوك مع بعضه معناتها، نعرفوا ليه باش تجربوها ما عادش تبدلوها بالشيء. الجملة هيا الجرانولا زادا جات تويكا، خليتها تبرد شويه والكل باش تشد في بعضها هكا التكستور. دونك جوست هنايا حبيت نوريكم كيفاش كي تعملوها هكا، ديجا لقيتوها بلوك واحد يجي ما يجيكمش، فوالا ديما باش تلقاوها راهو بلوكيت بلوكيت.
هنا يا طويقة شو باش نزيدو؟ أكل حاجات اللي ما زدناهمش من الأول في البريباراسيون. دونك عنا هوني شوية زبيب أكحل، هوني زدت حطيت كيوي شايح يعطي لون وبنين، زاد يعطيك القرصية البنين عرفت. هنا عندي شوية